الآن نحن في هذا المعلم حقيقة الرائع جدا، وهو المسرح. المسرح هذا خاص بالفنون والموسيقى والرقص وكل أنواع الطرب، عكس ما هو موجود في المكان الآخر وهو للنزالات والصراعات الدموية، وذلك المكان يسمى بحلبة المصارعة. فنحن هنا في هذا المكان، هذا المعلم شيد في بداية القرن الثاني الميلادي، ويسع إلى 6 إلى 7 آلاف متفرج، ويتكون من طابقين. فلاحظوا معي هناك بعض الأعمدة، بعض المقاعد الجلوس للأخوة الزائرين، فلا تزال موجودة هناك، وهناك بعض الفتحات لدخول وخروج الأخوة الزائرين. فهنا في هذا المكان الصغير نصف دائري، وهو لإقامة العروض الموسيقية والفرق الأوركسترا، وهنا الركح أو الخشبة لتقام عليها بعض الأغاني والرقصات وبعض الأعمال الفنية في الحقبة الرومانية، ومنها الأوبرا، ومنها بعض المحاكاة الصامتة التي تعبر عن ذلك الحقبة من حياة الرومان. كذلك نلاحظ في الأعلى بعض النقوش على الرخام، وهي نقوش لاتينية، وهذه الكلمات ترجمتها تقول أنها بعض هذه الرخام جلب من خارج مدينة لبدة. وهناك بعض أسماء لشخصيات مشهورة، منهم فنانين، منهم فاعلي خير لتقديم بعض المعونات لهذه المدينة حتى تستمر في العطاء والحياة. ونلاحظ كذلك كثير من هذه الأعمدة تختلف عن بعضها الآخر، فهي حقيقة تم ترميمها كما تشاهدون معي. هناك بعض مادة الإسمنت لا تزال موجودة في هذا المكان، وكذلك تشاهدون هذا الرقح، فحقيقة تآكل واستهلك. فيا حبذا لو تم تغيير هذا الخشب بخشب جديد، حتى إن شاء الله في المستقبل ممكن نرى في هذا المكان الاحتفالات والمناسبات الموسيقية والحفلات كما كانت عليه في الحقب التاريخية السالفة الذكر في العهد الروماني وغيرها.